اليوم نطرح لكم اقتراح مؤلم جدا، وهو من الأفضل تأجيل إطلاق بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس إلى السنة الجاية. في هذا الفيديو نبي نشرح لكم كيف توصلنا إلى هذا الاقتراح، وهي عن طريق سلسلة أحداث وعوامل أكدت لنا أن إطلاق الأجهزة الجديدة لحد الآن يعتبر حدث محبط بدرجة كبيرة. خلونا نكون واقعيين، الجيمرز كل ما نصير على أبواب الجيل الجديد في عناصر معينة تحمسهم له، وكل ما صارت العناصر أقوى كل ما صار اللاعب وده يحصل على الجهاز الجديد من أول يوم. لذلك خلونا نتكلم عن عنصرين، وهم النقل النوعية والألعاب الحصرية. نبدأ بالنقل النوعية. لما الواحد بينتقل إلى الجيل الجديد وده يشوف نقلة في أداء الألعاب، وده يحس إنه صرف فلوس على جهاز جديد عشان ألعابه تظهر بشكل أفخم وأحلى وأسرع. تبون نعطي مثال؟ هذا شكل مثل جير على بلايستيشن 1، وهذا شكلها على بلايستيشن 2، هذا شكل زلدة على نينتندو 64، وهذا شكلها على الجيم كيوب. طبعا الرسوم والجرافيكس تطورت كثير في زمننا الحالي وما عادت مجرد مضلعات، لكن صار في دقة شاشة ومعدل إطارات وغيرها من العوامل. خلونا نلقي نظرة على أجهزة الجيل القادم اللي جاية في الطريق ونشوف إيش وعدونا من ناحية النقل النوعية. نبدأ بالإكس بوكس سيريس إكس، وهو أول جهاز جيل قادم تم كشفه، وهذا الشيء كان في حفل جوائز الألعاب لعام 2019. في ذلك الوقت ما كنا نعرف معلومات كثيرة باستثناء شكل الجهاز، لكن شوي شوي بدينا نعرف أكثر. يمكن أبرز الوعود للنقل النوعية كانت حديث مايكروسوفت أن الجهاز قادر على دعم الألعاب إلى دقة 8K، وأيضا معدل إطارات يوصل إلى 120 إطار في الثانية. في المقابل نشوف سوني تتوجه لوعود بطابع مختلف للنقل النوعية. صحيح سوني ما كشفت جهازها قبل مايكروسوفت، لكن أعطت لمحة غير مباشرة عن ما يمكن توقعه بشكل مبكر. انتشر فيديو مصور بالهاتف لاستعراض شاشة تحميل في لعبة سبايدر مان، وكانت المقارنة بين جهاز بلايستيشن 4 الحالي وجهاز جيل جديد ما قالوا مسمى بلايستيشن 5 وقتها. واتضح تركيز سوني على فترات التحميل المختصرة في فيديو آخر، هالمرة رسمي، نشروه في قناتهم لليوتيوب، وكان المفترض يكون مخصص لمعرض المطورين الملغي جي دي سي. الفيديو ظهر في الشهير مارك سيرني وشرح فيه كيف سوني طورت وحدة تخزين SSD مميزة تساعد الجهاز على سرعة التحميل بشكل ما كنا نتخيله من قبل. الموضوع وصل إلى أن شاشة التحميل اللي كانت تأخذ 20 ثانية صارت تصير تأخذ ثانية واحدة بس. طيب هذه كانت وعود مايكروسوفت سوني والطريقة اللي قدموا فيها أجهزتهم، لكن هل الواقع فعلا يعكس هذه التوقعات اللي بنوها؟ خلونا نشوف ايش اللي صاير حاليا. نبدأ بمايكروسوفت. الشركة في كل مكان تقول بشكل واضح وعلني ان عندها اقوى جهاز العاب منزلي في العالم. طبعا في هذه اللحظة الكل كان عينه على موعد كشف العاب الشركة عشان نشوف ايش ممكن يسوي اقوى جهاز العاب في العالم. الحماس كاد يقتلنا، نبي نشوف جمال الجيل القادم. وطبعا العين كانت على لعبة هيلو انفينيت، اللعبة اللي لهم سنين يطورونها وهي لعبة الإطلاق الرئيسية لهم للجيل القادم. وطبعا لما تم الكشف عن اللعبة عرفنا أنها تعمل بدقة 4K و60 إطار في الثانية، يعني تعرفون زي إيش؟ زي لعبة هيلو 5 من الجيل الماضي، لا شفنا 8K ولا شفنا 120 إطار، بس مش مشكلة لأن أكيد النقل النوعية بتكون في مظهر اللعبة والجرافيك، صحيح؟ لكن الصدمة كانت أن حتى مظهر اللعبة كان محبط جداً، وعرض الكشف كان في مشاكل تقنية بعد. هذا تسبب بهجوم كبير من اللاعبين على الشركة والمطور، وعشان تبرر مايكروسوفت أطلقت تغريدة رسمية تقول فيها النسخة اللي استعرضت من هيلو انفينيت هي نسخة أولية لها عدة أشهر، والنسخة النهائية راح تكون أفضل بكثير من اللي استعرضوه. وأيضا قالوا أن النسخة اللي استعرضت ما كانت على جهاز الإكس بوكس سيريس إكس لكنها كانت على جهاز البي سي. طبعا هالكلام ما مش على اللاعبين، وبعد فترة مايكروسوفت اعترفت بالأمر الواقع وأعلنت رسميا أنها بتأجل إصدار لعبة هيلو الجديدة للجيل القادم. طيب ننتقل الآن لجهاز بلاي ستيشن 5. سوني في مؤتمرها الخاص ورتنا لمحة لألعابها القادمة، منها مثلا راشد أند كلانك الجديدة واللي استعرضت لنا بشكل واضح تأثير سرعة تحميل البيانات في الجهاز، وشفنا كيف اللاعب يقدر يتنقل بين أماكن مختلفة بالكامل في ظرف ثانية من غير شاشة تحميل. لكن للأسف مثل ما حصل في مؤتمر مايكروسوفت، ولا واحدة من الألعاب اللي عرضت حسستنا أنها للجيل القادم يحقق نقلة نوعية. في الواقع لو قالوا أنها ألعاب بلايستيشن 4 جديدة صدقناهم، لكن المصايب الخفية كانت أعظم. يعني
لعبة راشت أند كلانك الجديدة كانت تشتغل بسرعة 30 إطار في الثانية. معقولة هذا الشيء يصير وإحنا في عام 2020؟ في الواقع المحللين يعتقدون أن أغلب ألعاب سوني الرئيسية مثل هورايزن بتستهدف 30 إطار في الثانية، وبعض الألعاب بتكون ب 60 إطار مثل ساك بوي وغراند تريزمو 7. وفقط لعبة واحدة أكدت أنها بتكون 120 إطار على الجهاز، وهي لعبة السيارات ديرت 5. طيب هذا العنصر الأول، وكان النقلة النوعية، وشفنا كيف كل الجهازين لحد الآن ما أقنعنا بجودة النقلة النوعية اللي تحفزنا للجيل القادم. ويمكن بشكل كبير هذه أول جيل من الألعاب اللي حصل على ترقية لأجهزتها في منتصف دورته في الحياة. إطلاق البلاي ستيشن 4 برو والإكس بوكس 1 إكس أثروا بشكل كبير على إطلاق الجيل القادم، وسببهم النقلة اللي بتصير بتكون أصغر بعين اللاعبين. عموما خلونا الآن ننتقل للعنصر الثاني، وهو الألعاب الحصرية. الرسوم والجرافيكس أكيد شيء مهم، لكن أحيانا حتى لو ما كانت النقلة نوعية كبيرة ممكن يكون الشيء اللي يحمسك تقفز للجيل القادم هو الألعاب الحصرية، مثل ما شرينا نينتندو 64 عشان ماريو 64، أو شرينا دريم كاست عشان سول كاليبر، بحيث كانت الطريقة الوحيدة أنك تعيش هذه التجارب العظيمة هو أنك تشتري الجهاز الجديد اللي هي عليه. فإيش هي الألعاب اللي مجهزينها سوني ومايكروسوفت عشان يقنعونا بالجيل القادم؟ نبدأ بمايكروسوفت لأنها الأسهل، والجواب هنا حرفيا ما ندري، جد ما في أي جواب، لأن لعبة الإطلاق اللي كانت معروفة للجميع هي هيلو إنفينيت، ومايكروسوفت أجلتها بسبب المظهر المحبط اللي ظهرت فيه وردود الفعل السلبية اللي حصلت عليها. الآن تخيلوا معي أن مايكروسوفت تسوق جهازها الجديد بأنها تذكر الناس أنهم يقدرون يلعبون ألعاب الأجيال الأربعة الماضية. من جدكم بنشتري جهاز جديد عشان نلعب الألعاب قديمة؟ سوني في المقابل مش واضح من البداية إيش هي ألعابها الخاصة بإطلاق الجهاز، لكن من اللي عرضته يبدو أن راشت أند كلانك هي اللعبة الأكثر حظا لتكون لعبة الإطلاق. لحد الآن يبدو أن لعبة حصرية للجهاز بلايستيشن 5 وما راح تنزل على بلايستيشن 4. أكيد راشت مثل معودتنا بتكون لعبة حلوة، لكن ما هي اللعبة اللي أغلب الناس بيشتري جهاز جديد بالكامل عشانها. يمكن اللعبة اللي ينطبق عليها الكلام أكثر هي هورايزن الجديدة، لكن للأسف اللعبة يبدو أنها مش قريبة أبدا للإطلاق. طيب تكلمنا عن عناصر نجاح إطلاق الأجهزة الجديدة، إحنا الآن في شهر أغسطس على كلام مايكروسوفت، فالجهاز الجديد بيطلق بشكل رسمي في شهر نوفمبر، يعني على بعد 3 أشهر من الآن. ولحد هذه اللحظة ما نعرف سعر الجهاز ولا الأكسسوارات ولا طريقة الطلب المسبق ولا ألعاب الإطلاق. بالمقابل سوني ما نعرف حتى متى بيصدر الجهاز ولا أي معلومة أخرى مفيدة على الإطلاق. خلونا نكون واقعيين هنا. بالنسبة لمايكروسوفت، انلغى كل السبب للحماس للجيل القادم بتأجيل هيلو. كان المفروض جهاز يتبع هيلو ويتأجل إطلاقه للجيل القادم. خسارة، لعبة إطلاق قوية وتاريخية لمايكروسوفت بحجم هيلو لا تعتبر خسارة بسيطة أبدا. في المقابل سوني أمورها غامضة جدا، لكن إعلاناتها بطيئة ومش واضح لحد الآن متى ناوي تطلق جهازها ولا ايش هي العاب الاطلاق. الوضع السنه هذه استثنائي، واحنا ما نتكلم ان سوني ومايكروسوفت هم فقط الوحيدين اللي يعانون، حتى شركات الطرف الثالث تعاني. حسب العاده السنويه المفروض اننا من 4 أشهر نعرف عن كول اوف ديوتي الجديده، لكنها تاخرت في الكشف عنها كثيرا لدرجه ان الناس صارت تشك هل بيكون في لعبه كول اوف ديوتي هذه السنه ولا لا. وللتو تم الكشف الرسمي عنها بتشويق لها واستعراض اسمها الرسمي. سايبر بانك أحد الألعاب المنتظرة بشدة، كل ما قرب موعد إصدارها تأجلت. نينتندو في المقابل جالسة تسكتنا بألعاب منقولة من ويو، ولا أعلنت من فترة طويلة عن أي لعبة جديدة أو موعد إصدار مهم. الكل يعاني، جائحة كورونا أثرت على جميع الأسواق بما فيها صناعة الألعاب، والجميع يقدر هالشيء ومتفهمه. لكن ليش ندفع بإطلاق الجيل الجديد من الأجهزة رغم أنه واضح بشكل كبير أن درجة الاستعداد عند الجميع ضعيفة جدا، حماس اللاعبين مش بالشكل المطلوب حاليا، وهذا الشيء بيأثر أكيد على إطلاق الأجهزة الجديدة. في الواقع موسم الأعياد هنا قد يكون أحد أكثر مواسم الأعياد إحباطا من ناحية إصدارات الألعاب. في رأينا الأفضل لسوني ومايكروسوفت تأجيل إطلاق أجهزتهم لشهر مارس من العام القادم، منها يستعدون بشكل أكبر ويجهزون ألعاب أقوى للإطلاق، ومنها العالم بإذن الله بيكون خرج بشكل أكبر من أثار جائحة كورونا. هل تتفقون معنا في هذا الطرح؟ عطونا رأيكم في التعليقات في الفيديو، وكالعادة لا تنسوا المتابعة والاشتراك وتعطونا لايك على الفيديو يا أروع المتابعين.
كان معكم هذا الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.